ليه نحكيو عن انتقالات اللاعبين، نحكيو هوند. اكيد الميركاتو متواصل في تونس. النجم الساحلي اعلن منذ ايام تقريبا عن تعاقده مع اربع صفقات مهمه. النجم كان عانى برشا الموسم الماضي، بعد على التنافس على الالقاب. السنه تعزيزات هامه للفريق، جابر اليحيوي اللاعب السابق للترجي، اشرف السعف العائد من تجربه خليجيه، كيف كيف عوده ابن النادي نضال مع العمري، وكيف كيف واحد من ابناء النادي اللي كانوا في اوروبا اللاعب الدولي جهاد جبله موجود معنا بالتليفون. جهاد اهلا بيك. مرحبا بك وسلام. مرحبا كيف سمعني؟ شنو احوالك خويا؟ لاباس؟ والله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. تحسك من فيقتك من النوم زاد تو؟ كهرباء الناس اللي هو عشية، أنا بعد سياس لازم منها. باهي جياد، مبارك لك أول حاجة العودة للنجم الساحلي فريقك الأم، تجربة جديدة متجددة خلينا نقول. والله ميرسي بوكو بكل شيء، والله الحمد لله. معناها واحد لبى نداء الواجب كيما نقولوا، نشوفوا معناها نعرفوا عاملين صعاب هذو على الإطوال. الحقيقة بعد ما اللي صبت على رسلها وفسخ العقد مع كاتران بريشاف، قلت نعود مني نعود نرجع ونعم أنا رجع فورما كل شيء، ومن طبعا جمعيتي مستحقت لي ومزاياها كبيرة عليها. معناها حاجة بيها واحد يرجع يعاون باللي يقدر، ونحاولوا نلموا اللي نصلحوا معناها شوية. وكيف كيف فما برشا جورات صغار لازم نعطيهم شويه من اللي تعلمناه من الكبارات تاع الاتوال، ونرجعوا ان شاء الله اسم الاتوال الفوق. قبل ما نحكيو على الاتوال جهاد، علاش تم الفسخ مع الفريق بتاعك في اوروبا؟ علاش ما تواصلش تجربتك في اوروبا خاصه؟ والله هي كان طلب مني اني، خاطر كما نعرف تعرضت لي ظاهر الاصابه نتاعي بعد الشامبيونو دي موند، وكان عندنا تيكيو. قعدت معهم حكينا على بالي باش نفسخ ونرجع نلعب في كيو، من بعديك عندي جمعية أخرى في أوروبا باش نمشيلها. مي سوء الحظ معناها اللي صاب كنت في بالي جوست باش نعمل إيديوكاسيون، خاطر ديما كان قلقني نعمل شوية إيديوكاسيون مساج ونتهي بيها ومن بعديك نعاود نرجع. مي المرة هذيا قالوا لي راهي وصلت معناها الضربة وصلت للتوب، معناها ما عادش نجم تعمل حتى إيديوكاسيون، لازم تعمل إوبيراسيون. وذاك اللي صار الحمد لله، ماني مش كل حاجه خامه فيها تصير، مي ليا جست ديما حاطه موتيفاسيون ليا اني، ونعاود نخدم وان شاء الله نكمل عويه ماذا في تونس نعاود نرجع لوروب ان شاء الله. اليوم جاهز للعب مع ايطوال؟ معناها الاصابه تجاوزتها ولا مازال شويه وقت؟ لا الحمد لله، عندي توا دو موا ملي رجعت ترينا، ديجا عملت معناها بريباراتور فيزيك بيرسونيل بريفي، بدينا نخدموا عنا شهرين. ومن بعديك مشيت بربي، حاب نشكر زاد هيئة نتاع نادي تقييد الزيت اللي رحبوا بيا، على راسها زاد المدرب سي منير حسن اللي معناها رحبوا بيا وقبلوني معاهم وعملت معاهم بريباراسيون فيزيك. الحقيقة معناها كي رجعت اليوم للدوار لقيت حاضر في خورمة. عليه ما تقييد الزيت البريباراسيون كان؟ ولكن ما نعرفه، خاطر ساقيت الزيت وترجي هما كانوا اول جمعيات اللي رجعوا لومبريمون وقت ذاك، وقت الاتوال مازالت ما عندهمش انترنور، مازال ما عندهمش افكتيف. كيف كلمتهم قلت لهم نجي؟ قالوا لك مرحبا بيك. والله كانت الاتصالات معاهم ورحبوا بيا ويرحم والديهم اختهم معايا في الشده. ما كانش فما مثلا اتصالات الانتداب ما حبوش ما كلموكش في المنحة هذا، خاصة الفريق معناتها فريق محترم جدا ولا حتى نفس على الالقاب في تونس ساقيت الزيت؟ والله صاروا لي كونتاكت، اما اني بطبيعتي واعد معناها جماهير النجم اللي اني منكور كان في تونس، معناها في تونس منكور كان في الاتوال. كيف كيف معناها حكيت مع ساقيت الزيت، قلت لهم كيف ما فهمناش معناها مفاهمه النجم نحكي ونيغوسيو الكونترا، وزيد ما حبيتش خاطر ما كتعرف معناها فما عندهم هما فالي معين معناها في امور الفلوس وكونتراكتوات ما ينجموش يفوتوا برشا. كان شويه بعيد على بعض، ومي بحكم كما قلت لك معناها قلت لي اني احتجت لهم لباه وهم معناها قبلوني بصدر رحب. كيف كيف كنت النجم معناها باش نتعاون معاهم والنجم ونتم الصفقه، مي الاتوال كي دخلت على الخط وقتها واحد معناها مع احتراماتي للناس الكل بالطبيعه، واحد ما يخمم جملة معناها ديريكت، أول ما كلموني الإتوال ديريكت أكسبتيت.
باهي جيد بخلاف ليتوال ذا اللي نعرف انا كانوا فما دي زوفر اخرين اسمك تتراح برشا خاصه في الترجي. والله صار كونتاكت بين الكلوب لاسبيرونس وصفيت الزيت وكلهم انا اعطيتهم المانجر بتاعي هو اللي كان يقص معاهم وحكي معاهم وكل شيء. كيف ما قلت لك معناها وعد الحر يبين واني وعد جمهورنا وحاجه معناها من صعيبه مش ما نجمش نعملها من صعيبه بحكم واحد تربى وكبر في جامعه ريتوال. جست ما كلا خاطر ما نعرفش برشا مسؤولين في ريتوال قالوا لي ما في بناش سيتياسيون تاعك في بناش بيك ليبر وكل شيء. وقت اللي قعد معايا في زيناتات حكينا ديريكت معناها عطاني لي بروجي حتى الفلوس معناها ما حكيناش فيهم جست قال لي راهو هذا هو الماس نجمو نعطيه ومعناها ناكد لك اللي هو اشتر الفلوس اللي عطاته الاسبيرانس معناها وكهو هذاك قصدنا ربي وصحنا كونترا ودينا نترني وربي معنا ان شاء الله. معناها رجعت لتوال باشتر المبلغ اللي كان اوفر معناتها عرضوا عليك في ترجي؟ كيما قلت قبل راهو الحامل كتافي من خير جمعيتي معناها كان ما جاش لتوال اليوم ما فماش اسم جهة جبل وهذيك أقل حاجة نجم نعطيها جمعيتي ومام طبعا زادا واحد قلبه يوجع كيشوف السيتياسيون تاع ليتوال سورتو عناول معناها كنت ديما نتبعهم ونسمع في مشاكل اللي فم برشا برشا مشاكل معناها ممكن ما خرجتش خاطر في الزينة تاعك مي حاجة توجع القلب واحد ديما لازم يكون حاضر ويلبي نداء فهمت. باهي الوضعية فما تطمينات باش تحسن تاع النجم خاصة كيما قلت انت في العامين الاخرانيين بصراحة خلينا نقولوها كان فما تهميش تام وهذا اكتوه برشا ملاعبية في ليتوال خاصة الفروع القاعات مشكل الهوند حتى الباسكيت ايضا والفولي فما تطمينات باش تبدل الوضعية شوية تحسن. والله صحيح كلامك كله صحيح صرتو عامين وتعدى عام صعيب الحقيقة قعدت مع رئيس رضا شرف الدين وعدنا برشا وعود قلنا راني معاكم كما نشوفوا معناها صحح الأشرف ونضال كما زاد جاب جابر كيف رامي سيود معناها قاعد يعمل في إفور رئيس الجمعية وعدنا اليوم باش نكون معانا كيف معناها وعدنا باش نكونوا أجور في لي سالير وكل شيء قالنا راني معاكم معناها تطمينات ما نتصورش كان باش يخلف فيها كيف قبل معناها كي كنت موجود وكان محلينا وعطانا الوعود معناها كان اوفى بوعود معناها ما نظلموش الراجل ان شاء الله احنا نعملوا اللي علينا في التيران وان شاء الله هو يكون معنا معناها بامور فلوس وان شاء الله ناخذوا مع بعضنا ونحاولوا نصلحوا اللي استدق. نكمل معك جهاد مع الهدف اللي حطيتوه سواء اللي كنتي على المستوى الشخصي ولا حتى النجم الساحلي كيف شنو اهدافكم الموسم القادم؟ والله يا هدفي كجهاد جبالة اليوم ان شاء الله باش نرجع قوة سورتو معناها بعد الضربة كيف عنا كوب دافريك مع ليكيب ناسيونال لازم واحد يكون حاضر ويعطي 100% اليوم كما نعرفوا معناها نيفو ليكيب ناسيونال ما عادش فما حتى شي ساهل سورتو كي نشوفوا مصر والانجازات اللي قاعدة تقوم فيها عنا خدمة كبيرة لازم نخدموها على معناها ليتوال ان شاء الله عندنا اولاد صغار معناها جروب موجين فما لي كادر وفما جوار صغار لازمنا اهم حاجه اليوم نزرع فيهم مونتاليتي نتاع الربح ومونتاليتي نتاع راك لابس مريول لتوال وحاجه زينه برشا خاطر عامناول ممكن كي تدخلوها بامور فلوس وكل شيء ما عادش عباد كونسونتري معناها تلقى واحد مش خالص 8 شهور و9 شهور لازم تحكي معه امور تكتيك وتكنيك وتقول له لازمك تربح وكل شيء ان شاء الله اليوم امور الاداره تركز معناها يعني وتكون حاضره كيف الفلوس يكونوا موجوده واحنا نعاونوا باللي نقدروا معناها يعني سور تيران برامي تيران ونحاولوا نقدروا الاولاد الصغار خاطر بالحق فما عندنا برشا دي كاليتي باهي كيف ما نشوفوا معناها يعني الدرمول تبارك الله البارح لعب اول ماتش في المانيا معناها يعني من السونتر فورماسيون تاع ليتوال كيف عنده جينيراسيون اخرى معاه اليوم موجودة في الإطوار إن شاء الله يوريو وجههم والوجه الباهي نتاعهم وعلاش لا تشوفوهم في الأورو إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة شكرا ليك جهاد على تدخلك معنا نعرفش كان تحب نخلي كلمة جمهور الإطوار يسنى فيك ويحب برشا جهاد جبل وأنت عندك مكانة خاصة عند جمهور الإطوار. ميرسي بوكو بكل شيء على الاستضافة خويا سلام كيف نحب نشكر جمهور الإطوار بحق معناها
سيتوشون على الاخر الرياكسيون اللي عملوها على التسكي السوشيال ميديا وكل شيء تحس معني عبيد تحبك صراحة جهيد فيه. وقت خرج الكلام تاع النيغوسياسيون مع ترجي وصلوك برشا ميساجات من جمهور الاتوال والله الجمعة الأولى ما نعرفش شكون خرج الخبر خاطر ما عرفتش شكون خرج الخبر قبل الجمعة وصلوني برشا 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 ميساجات معني عبيد بربي ما تعملش بربي ما تخونش جمعية بربي رانا نحبوك معني برشا ميساجات نجم تأثر لك توتالمون على حتى كان واحد خمم باش يمشي تحس محبة العبيد حتى عبيد توصل تسبب بمحبة عرفتك اللي رانا نحبوك رد بالك تعمل هكا وتوصلت حتى التهديدات حبيت نعمل حتى رياكسيون خاطر نعرف معناها العبيد قاعدة تعمل فيها على حب حتى حبيت بعث لهم معناها حطيت ستاتيو على الباج نتاعي لاني تطلع لايف كل شيء باش نحكي من بعد قلت مساج خلي الامور تهدى شوية ما زلت العبيد معناها مصدومة بالأخبار واللي هو ما فهم حتى شيء معناها سيريو الوقت ذاك ميكس ما قلت لك معناها عبيد تحبك عبيد تغار عليك تحسك متاحة مهمة معناها ماكش متاع نفسك تسمي على طوال إذي حاجة معناها تخليني كان نزيد نخدم نعطي 100% خاطر عبيد اليوم مش الناس كل تشوفه مع تيران يعطيه 100% عبيد تشوفك معناها تحسبش مع جمعيتك ممكن هذاك أكثر حاجة معناها تخليهم يحبوك ويرتاحوا لك على الأخر إن شاء الله جمهورنا يا ربي إن شاء الله يسيبونا جمهور في السالة خلي معناها نرجع لك الجو والأمبيونس نتاع الهوند والأمبيونس نتاع الجمهور كيف كيف نحب جمهورنا ديما ورانا توسكي وقت اللي نبداو حاجتنا بيهم نلقاهم وإن شاء الله يدزوا مع وليدات صغار خاطر بالحق مازالوا ما همش ناضجين مونتالمون معناها كلمة هكا ولا هكا على فيسبوك ولا على يقراوا كل أخبار وكل شيء يتيحوا مورالمون لازم ديما ندزوا معهم عام باش يكون طويل ممكن نصيروا للديفات كيف ما نعرفوا معناها سبور فيه خسارة وربح وقت الديفات لازم الجمهور يقف مع الجمعية أكثر من وقت الربح وإن شاء الله نعمل اللي علينا وإن شاء الله نحاول نرجعوا لطوال المراكز الأولى ونلعبوا على التدريبات إن شاء الله إن شاء الله يعطيك صحة شكرا لك جهاد على تدخلك معنا بالتوفيق إن شاء الله ليك وللنجم الساحلي في الموسم القادم مازلنا مواصلين في فير بلاي حتى للخمسة متاع عشية موزيكا بعد الأخبار ثم مكملين كما قلت حتى للخمسة